نجدد بكم التحية بهذه الانطلاقة، انطلاقة الخير والمحبة ضمن انطلاقات المحل السادس وأول أيام هذا المحل يوم الأربعاء 25 من شهر ديسمبر لعام 2019 بانطلاقة شوط آخر، الشوط السابع المخصص لسن الحقائق لفئة البكار من المسافة الأربعة كيلومترات. أجد البداية، أجد الصدارة، أجد المقدمة مع الصايلة وناصر بن عمير بن ناصر الرمزاني النعيمي يقدم لنا الصايلة مع البداية، بينما المركز الثاني التحرك المتميز والقدوم والحضور من عوايد حمد بن جار الله بن علي بن حسين. حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي يتقدم الآن إلى ثاني المراكز، بينما التدخل الآن تدخلت البكار في هذه اللحظات. الله يا هذا الانطلاق، الله يا هذه البداية مع المركز الثاني، التقدم في هذه اللحظات والوصول من الجانب الآخر. وصلت الآن تحرك الضي راشد بن علي بن سعيد بن شفيع آلف هيدا يتقدم إلى ثاني المراكز. المركز الثالث، المركز الثالث القدوم والتدخل أيضا من العمق، تصن الآن تتحرك. الله يا مسيلة، وعبد العزيز بن علي بن سعيد البريد المري يقدم لنا مسيلة إلى المركز، إلى المركز الثاني، بينما المركز الثالث القدوم والوصول والاندفاع في هذه اللحظات من الجانب الأيمن. أرى التقدم الآن. الله يا هذا الانطلاق المتميز، الله يا هذا الاندفاع من الأسماء المشاركة الباحثة والطامعة في تحقيق نقطة في أول أيام المحل السادس. المركز الثالث الوصول من لوليا، وصالح بن ناصر بن ناجي، صالح بن ناجي بن شيخ اليافعي يتقدم الآن. المركز الرابع التقدم والوصول، وصلت من الجانب الآخر عزايم راكان بن حزام بن محمد بن راشد يتقدم الآن. هكذا هي الأسماء المتقدمة، بينما التحول إلى البداية إلى القائدة لهذا المسار، الصايلة ناصر بن عمير بن ناصر الرمزاني يتقدم مع بداية هذا الشوط. المركز الثاني، من تحركت الآن، من انضمت الآن إلى قافلة النداء والمنافسة، تتحرك مزنة محمد بن حمد بن محمد بن جابر الكعبي الآن إلى ثاني المراكز. المركز الثالث، وصلت الآن متعبة خميس بن راشد بن برقوث المنصوري، يتقدم المنصوري إلى ثالث المراكز. المركز الرابع، تصنى مسيلة وعبد العزيز بن علي بن سعيد البريد يقدم مسيلة، بينما التدخل في هذه اللحظات إلى رابع المراكز. وصلت سيوف محمد بن جابر بن جار الله النابت يتقدم إلى رابع المراكز، مسيلة على خامس المراكز. هكذا متابعينا الأعزاء هي الأسماء المتقدمة للمرة الثالثة، لكن أرى الآن التدخل، أرى التسلل، أرى من قادت هذا المسار، أرى من طارت بالمقدمة مبكرا. الله يا سلام، الله على شعارك يا المنصوري. من يتقدم مع البداية الأولى، من يقود هذا المسار كيلو 500 متر، تفصلنا عن ناموس هذا الشوط. متعبة خميس بن راشد المنصوري يتقدم، المنصوري يقود هذه الأمتار الصعبة. المركز الثاني الوصول والقدوم، وصلت الآن، انطلقت الآن، تحركت عوايد، وحمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي يقدم لنا عوايد. المركز الثالث الوصول والقدوم، وصلت سيوف محمد بن جابر بن جار الله النابت. المركز الخامس القدوم أيضا، اللي واصل الآن، وصلت الآن وتحركت ارتياد ناصر بن صالح بن ناصر بن عبد الله بن عبد الله العطية. المركز الثالث، المركز الرابع اللي قادمه، المركز الثالث وصلت مسيل البريدي. المركز الرابع، الله
يا هذا التقدم، وصلت الان على رابع المراكز وتقدمت مهمه، وجابر بن عجيان بن محمد ال جحيش يتقدم الان المركز الخامس وصول وقدوم، واندفاع الله يا هذا الشوط منصوره، حسين بن علي بن محمد الجرحب، هكذا هي اجواء الكيلو الاخير، هكذا هي الامتار الخطيره، هكذا هي الامتار المجنونه يا المنصوري، وصلت الان وتقدمت بهذا القدوم وبهذا الانطلاق، الله يا مذخورة. وسالم بن حمد بن مرسل بن فطيس الآن يتقدم إلى ثاني المراكز بن فطيس والمنصوري، اللحظات الأخيرة، اللحظات الخطيرة، اللحظات المجنونة، المنصوري بن فطيس الآن يتسلل من الجانب الآخر يتقدم، الله يا هذا القدوم من مذخورة. وسالم بن حمد بن مرسل بن فطيس إلى البداية، إلى المقدمة، إلى هذه الانطلاقة المتميزة، إلى هذه العروض الأكثر من رائعة، الله يا مالك مذخورة، ذخرتها لهذا الشوط فكانت في الموعد، فكان بن فطيس هو من حقق هذا الشوط مع مذخورة 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 المية متر الأخيرة، لكن اللي قاد ممسيلة البريدي، بينما تهانينا بكل جدارة بكل استحقاق لمالك مذخورة من حققت هذا الشوط، مذخورة لسالم بن حمد بن برسل بن فطيس المري من حقق هذا الشوط، بينما حلت على ثاني المراكز أمسيلة عبد العزيز بن علي بن سعيد المرية أيضا حل على ثالث المراكز. كان الحضور من متعبة خميس بن راشد بن برغوث المنصوري، ورابع المراكز كان الوصول من خيرة عبد الله بن جار الله بن علي النابت المري، وخامس المراكز كان من سقوة عبد العزيز بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري.